أهلا بحضراتكم. على مدى 3 سنوات بيقام مهرجان للطمور في واحة سيوة، بتحتضن هذا المهرجان اللي بيكون برعاية دولة الإمارات الشقيقة مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة المصرية، وبحضور مصنعي ومزارعي الطمور على مستوى الجمهورية وليس في واحة سيوة فقط، وأيضا المهتمين بالطمور والباحثين في هذا المجال. بيحاول كل منهم عرض أفضل ما عنده وتقديم خبراته وتجاربه في هذا المجال من أجل أن احنا نطور من إنتاجيتنا من التمور ونستطيع المنافسة في السوق الدولي على المستوى التصديري. بالفعل مصر بتنتج إنتاجية عالية جدا من التمور، لكن مشكلتنا أن التصدير لا يرقى لمستوى إنتاجنا، لابد من تغيير في نوعيات الإنتاج وفي طريقة الإنتاج حتى نستطيع المنافسة بشكل أفضل. خلينا نتكلم عن مهرجان التمور في سيوة وعن المشروع المقدم من قبل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية والإرشاد والتدريب اللي كان حاضر هناك وكان بيناقش الاستفادة من الفاقد في التمور في الصناعات الغذائية. حدثنا عن هذا الموضوع ضيفتنا الأستاذة الدكتورة إيمان محمد سالم، وكيل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية والإرشاد بالإرشاد والتدريب. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. دكتورة إيمان، أنت لسه راجعة حالا من مهرجان التمور في سيوة، وصف لنا المشهد هناك أولا. لا بصراحة هو إحنا الحمد لله كمعهد تاني سنة نشارك في مهرجان سيوة. بصراحة حاجة رائعة في بلد زي سيوة البعيدة دي. حضرتك أنت ذكرتي إن الشركات أو منتجي التمور، لا كانت بعض الدول العربية كمان مشاركة وبعض الدول الأجنبية وسفراء أجانب كانوا حاضرين. يعني بصراحة كان صرح فعلا يعني ضخم، الواحد سعيد بالبلد ان فعلا تتبنى حاجه زي كده، وطبعا شكر لدوله الامارات انها تكون داعمه لمهرجان زي ده. ففي بعض الدول السعوديه وليبيا والسودان، كان في بعض السفراء اوكرانيا وكمبوديا كانوا حاضرين، غير طبعا احنا بالنسبه لنا كجهات حكوميه او مصانع او شركات. فبصراحه كان لقاء لمده حوالي 4 ايام، كان بصراحه حافل، كل يوم كان بيبقى حافل عن اليوم اللي قبله. فاحنا بالنسبه لنا كمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه دي تاني سنه احنا نشارك فيها. كنا مشاركين بمحاضرات، كنا عاملين عرض المشروع، عندنا مشروع واخد دعم من أكاديمية البحث العلمي بعنوان الاستفادة من تمور المنخفضة الجودة في تصنيع بعض الأغذية الوظيفية. كنا مشاركين في المهرجان، تاني غير كده مشاركين بمنتجات المشروع، وأيضا كنشاط بقى معهد كل الأقسام اللي ليها دور في تصنيع التمور كانت مشاركة بمنتجات عديدة. طيب الاول نتكلم عن المشروع اللي حضرتك ذكرتيه، يعني التمور انواع، ايه انواع التمور اللي موجوده وصنفتوا حضراتكم ان في تمور منخفضه الجوده ممكن برضو الاستفاده منها بشكل جيد في بعض الصناعات الغذائيه؟ نتكلم عن الموضوع ده. اوكي، هو حضرتك لو تبصي حضرتك من التايتل بتاع المشروع احنا ما حددناش صنف معين، لا بالعكس احنا واخدين الموضوع كحاجة قومية في جمهورية مصر العربية. الفاقد في التمور في جمهورية مصر العربية. احنا هنا بناخد منخفضة الجودة، واحب اوضح يعني ايه تمور منخفض الجودة لان في كتير بيسوء فهمها. احنا هنا المشروع بيهدف ازاي نستفيد من فرز المصانع وفرز المزارع، ولغة المصانع معروف كلمة فرز، ولغة المزارع عارفة يعني ايه كلمة فرز، وبنحط كمان خط احمر الغير مصاب. دي اهم يعني اهم الحاجات اللي احنا بالنقاط اللي بنحب نوضحها، ان كتير قوي بياخد كلمه لما نقول درجه تانية او منخفض افتكر بقى ان احنا بناخد اي حاجه فيها اصابه حشريه او لا، احنا بناخد اللي هو ملوش استهلاك. حضرتك بنعلم جيدا ان مصر الاولى على العالم في انتاج التمور، ولكن الجوده بتاعتنا زي ما قلنا تعتبر منخفضه والتصدير بتاعنا يعتبر ضعيف، فعندنا كميه فقط كبيره جدا. فاحنا كمشروع صنفنا بقى ان بصرف النظر مش صنف بعينه كرطب، عندنا اصناف الجف والاصناف النصف جف، دي ابتدينا ان احنا نستفيد منها، نعمل لها تقنيه معينه، بنصل لدرجه رطوبه معينه، بنحولها الى مسحوق تمر او بودر تمر. ده الجزء الاول من المشروع. الحمد لله رب العالمين بهذا المسحوق او بودر التمر قدرنا ندخله تقريبا في اكثر من 50 منتج غذائي، منهم 13 منتج غذائي مرشحين لوجبات تغذيه المدارس. ونجحنا بهذا المسحوق ان احنا ناخده نصنع او ندخله في صناعه بعض تقريبا معظم المخبوزات كبديل للسكر، وصلنا لحد 70%. طيب
احنا نتكلم على حاجه حاجه، لان حضرتك بتقولي دلوقتي فكره الفرز الثاني بتشرحيها للمشاهدين، هي مش حاجه مصابه لكن معناها انه مثلا شكلا شكلا مختلف عن باقي الشكل التقليدي للتمر او غير المصدر. لا ما لهاش يعني في الاستهلاك تبقى جيده، يعني حاجه اي احنا كمستهلك بيحب ياخد التمره المليانه طولها جيد، تحس حالك انها يعني تحس انها ثمره كامله. دي بتبقى مثلا ممكن حركة الحجم او الشكل فيها انكماش شويه، يعني اللي هي ما تتباعش في السوق ذات بعد تتباع بسعر رخيص جدا، وفي بعض المصانع والمزارع تعتبر بالنسبه لها فقط بتحوله لاي شيء، فمش هتتاكل في شكلها التقليدي كتمره كامله، لكن هتتاكل بقى باشكال تانية اللي حضراتكم اقترحتوها. احنا بالظبط دي بتسحق بتبقى بودره، بتسحق تبقى بودره. اذا بالتالي انا عملت هنا قيمه مضافه، حاجه كانت فقط تحولت لها، بالعكس خليتها تبقى سلعه تصنيعيه تدخل في عديد من الصناعات، وبالعكس ضفت كمان قيمه غذائيه. حضرتك انا ضفت حديد، ضفت الياف، ضفت فيتامينز، القيمه الغذائيه بتاعت التمر فضفتها بصوره غير مباشره. فاذا كنا بنتكلم مثلا عن فطيره التغذيه المدرسيه بتاعت المدارس ما كانت بتستخدم مربى او غيره، لا احنا دلوقتي هنستخدم تمر اللي هو بقى قيمته الغذائيه عالية جدا. بالنسبة لفترة المدرسة احب على احنا الجزء الثاني من المشروع الاصناف الرطبة، انا قلت لك احنا صنفنا الاول عملنا الاصناف الجافة ونصف جافة، عملناها بودر او مسحوق طبعا. الجزء الثاني من المشروع الاصناف الرطبة زي مثلا مثال بسيط زي الامهات، هلك الامهات معروف ان طبعا يعني احنا بالنسبة لنا كستات بيت لو جبناه هو اقصاها بيقعد 3 أو 4 أيام في التلاجة بيفسد احنا بنبص طبعا على المستوى بقى المحلي بتاعنا، فاحنا الحمد لله قدرنا نحوله الى عجوة تمر تبقى موجودة معانا طول السنة من الامهات، وفعلا نجحنا السنه دي الحمد لله في معهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه عن خلال المشروع، ان احنا الحمد لله خدنا السنه دي الموسم بلح الامهات وحولناه فعلا لعجوه. هنا قلنا بقى ان احنا ندخله في فطيره المدارس ان شاء الله، ده اقتراح برضك ان يبقى نوع من العجوه نظيف نقي معروف المصدر بدون اتربه بدون اي اصابه حشريه، بتبقى انت ضامنه انك حاطه قيمه برضه غذائيه كانت تعتبر فاقد حولناها الى قيمه مضافه ليها قيمه غذائيه. بالنسبه للمسحوق دخلناه في عديد من الصناعات، والحمد لله مش بقول لك حاجه مجرد عملنا على نطاق معملي، لا احنا الحمد لله في معهد بحوث تكنولوجيا عندنا وحدات تصنيع، يعني دخلنا وحدة تصنيع المخبوزات وعملنا بسكويت، ده عاملينه مقترح ممكن يبقى للتغذية المدرسية، شلنا 70% من السكر وحطينا بداله مسحوق، يبقى أنا شلت سكر اللي هو مصدر طاقة فقط وحطيت مسحوق تمر يديني مصدر طاقة ومصدر للحديد ومصدر لبعض الفيتامينات والأملاح المعدنية، وممكن على المدى الطويل نقدر نقول إن إحنا ممكن نعالج مشكلة أنيميا من فقط كان موجود. يعني لو مثلا بنعمل كيك او بنعمل اي حاجه عملنا منه كيك بدل ما نحط السكر مقدار بنسب السكر ما اقدرش اقول ان انا 100% اقلل مقدار السكر، لو مثلا على سبيل المثال لو هي كوبايه ممكن احط تلت سكر والباقي مسحوق التمر. الكيك وصلنا ل 50% استبدال سكر. هي. عملنا حاجات كتير، عملنا كمان وصلنا للبار اللي هو زي البسكوت اللي بالعجوه دي، لا اللي هو البار اللي هو زي حلاوه مولد النبي الحمصيه بنعمل يعني حاجه عملنا كيس كده استخدمنا مثلا زي بار الحلاوه مثلا نفس الشكل بالظبط وعملنا حلاوه بس هجيب لحضرتك شويه البار ده مثلا عملنا زي دبس التمر خدناه كماده لاصقه وجبنا التمر اللي هو منخفض الجودة قطعناه قطع صغيره وعملنا زي الحبوب، يعني البار كله معمول خامات محليه، جبنا حبوب قمح وحبوب شعير ومع سمسم وعملنا الحبوب الشعير والحبوب القمح بافنج، يعني زي ما نقول نخليها كريسبي شويه تبقى سهله يعني تتاكل عن طريق جهاز اسمه اكسترودر او بنسميه باللغه العربيه البسق الحراري، وعملنا البار. اذا انا قدمت للطفل دي برضك من ضمن المقترحات اللي احنا عاوزين نقدمها، انا اديت للطفل كلها خامات محليه واديته بقى كل حاجه، اديته زي ما قلنا طاقه وحديد وفيتامينز في حاجه متكامله، حطينا السمسم البروتين عالي، فنعتبر ادينا كده شبه وجبه كامله من كل القيمه الغذائيه للطفل صباحا. يعني في حاجات اللي هي بتستخدم حتى في النظم الغذائيه، لو واحد بيعمل رجيم مثلا ممكن يلجا لها وتكون بتدي طاقه، هل التمر يعني قيمته الغذائيه ممكن يؤدي للبدانه ولا هو مش زي السكر؟ لا مش للدرجه، لا مش لان هو لا لينا حدود الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بقى نبدا بتمرايه او ثلاثه لغايه سبعه، يعني بيبقى في حدود، انا بنتكلم على وجه الاستفاده منه. شيء طبيعي اي حاجه حضرتك لو كانها زياده عن الحدود المسموح بتؤدي الى سمنه.
طيب احنا اتكلمنا عن احنا عملنا منها بار بيؤكل، ممكن الطفل ياكله كحاجه حلوه يعني، وعملنا زي بسكوت وعملنا حلاوه بدون ذكر اسامي لمصنع له اسم جمهوريه مصر العربيه. عملنا الحلاوه وثبت نجاحها، وشلنا برضه حلاوه بالتمر يعني لا مسحوق التمر، شلنا 70% من السكر وحطينا مسحوق التمر. فبرضك احنا واخدين خطوه جايه، عاوزين نعمل اصابع التمر ان نفس سوري اصابع الحلاوه الطحينيه نفس المصنع، على اساس برضك يبقى مقترح للوجبات المدرسيه. الحاجه الجديده اللي احنا عملناها برضك السناكس، معروف السناكس الطفل الصبح لو اديتيه 5 6 اكياس سناكس هياكلها، اللي احنا بنسميه الكاراتيه الحاجه. طب قلنا نفكر نعمل فيه تغيير شويه، هو معروف انه صنف مالح يعني، فقلنا ندخل فيه طب التمر ونشوف هيبقى فيه قبول ولا لا. التجربه المبدئيه نجح ان احنا وصلنا لغايه 10% مسحوق التمر في هذا السناكس. برضو قلنا ده يبقى مقترح للوجبه المدرسيه، على اساس دي وجبه الطفل هيحبها. انت ممكن في فطيره المدرسه تلاقي الطفل ممكن يزهق، يعني احنا اللي بنطالب بيه في الوجبه المدرسيه يبقى فيه تنويع، ما يبقاش كل يوم حاجه، ممكن يوم بسكوت، طب اليوم الثاني بار، اليوم الثالث، يعني يبقى في تنوع الطفل هيقبله. وفي نفس الوقت مستمرين في وجبات التمور، بنديها باشكال مختلفه، يبقى احنا استفدنا، بنعالج انيميا وفقد عندنا في البلد، ابتدينا نحولنا الى سلعه تصنيعيه دخلناها في مصر، وغيرنا الشكل الجديد في الوجبه المدرسيه. طيب ده عرضت البحث ده في مهرجان التمور، ايه رد الفعل عليه؟ لا الحمد لله لقينا منه يعني استحسان، ويمكن ردود ايجابيه كتير جدا من بعض الجهات، مش عاوزين نعلن ان شاء الله عنها قريبا ان شاء الله. يعني ممكن يكون في احتماليه تعاقد مثلا مع مصانع او غيره تتبنى الفكره دي بالظبط كده، وتبتدي تصنعها على يعني سكيل واسع او يعني لارج سكيل. بالظبط كده. طيب هايل جدا. طيب هل ممكن استخدام التمر في بدائل السكر العاديه زي مثلا بنستخدم السكرين؟ هل ممكن المسحوق ده؟ دي خطوه احنا عاملينها قدام يعني، حاجه يعني احنا زي ما بتقول في المشروع عاملين، بس يعني خطوه دلوقتي عاوزه ادخل. المشروع كان هدف الاول عندنا اتجاهين، الوجبه المدرسيه. الهدف الثاني عندنا برضك فئه اللي بنسميها عندها حساسيه ضد القمح او الفريجلوتين، اللي ممنوعين ياكلوا القمح. معروف ان بنعمل لهم وجباتهم ما لهمش علاج غير الاكل، انهم ياكلوا حاجه مش من القمح او الوجبات. فاحنا بنعملهم بنعمل يا من دي الذره، يا من دي الرز، يا من دي البطاطس او خلطه هذا النوع، بيبقى الطعم يعني هنقول مش بيبقى مستساغ زي الشخص العادي. فبرضك قلنا فكرنا طب ما ندخل التمر، يبقى عملنا حاجتين، غيرنا الطعم شويه يبقى يعني مستساغ بالنسبه للمريض، وفي نفس الوقت المناعه، معروف ان المريض ده مناعته برضك الانيميا عنده بتبقى بشكل حاد. فقلنا يبقى دخلنا برضك المسحوق، يبقى عملنا حاجتين، غيرنا الطعم شويه بحيث يبقى مقبول بالنسبه لدى المريض، وفي نفس الوقت ضفنا له قيمه غذائيه، وفعلا نجحنا الحمد لله. عملنا برضك بسكوت، وعملنا له بودي فور، عملنا له تمريه بمعجون التمر اللي احنا عاملينه من الامهات، ويعني شغل يعني الحمد لله لحضرتك. احنا تقريبا التوتال داخلين في 50 منتج غذائي. الناس تقدر تشتري الحاجات دي منين يا دكتور؟ احنا ان شاء الله في المشروع نتمنى، احنا هنا بالنادي بقى احنا بالعكس عاوزين المصانع والجهات المعنيه انها تساعدنا، واحنا عندنا استعداد للتطبيق. يعني احنا مش بنتكلم على نطاق معملي، احنا الحمد لله في معهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه ابتدينا نجيب يعني خلاص ابتدينا ننشا خط لعمليه طحن التمر، وبنطلع مسحوق التمر الحمد لله رب العالمين. طبعا ده جاي بالدعم اللي جاي من اكاديميه البحث العلمي لهذا المشروع. لكن برضو في منافذ لمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه ممكن منتجاتنا المعتاده؟ طبعا عندنا طبعا وحده لانتاج المخبوزات الفريجلوتين، دي عندنا يوميا، وتقريبا بيتردد شهريا عليها من 2000 ل 3000 مريض، معظمهم اطفال. ده ساعه بيجي لنا من الدول العربيه، ساعه بيجي لنا على مستوى جمهوريه مصر العربيه. في عندنا برضو صاله انتاج بتعمل حاجات بالتمور بحيث لاستخدام الموظفين اللي بالمركز، يعني بتقتصر على يعني عندنا استعداد للانتاج ان شاء الله يعني. طيب ده الجزء اللي شاركته بيه كمحاضره او جزء بحثي في المهرجان؟ هو مشروع يعني انا مش عاوزه اقول بحثي، اما بقول بحثي بيبقى نظام لاب او ورقه او قلم، لكن لا بالعكس احنا ان شاء الله ده منتج على ارض الواقع. لا احنا ان شاء الله تعالى كمان يعني احب اقول لحضرتك ان بالنسبه للتغذيه المدرسيه احنا خدنا موافقه من وزاره التربيه والتعليم ان هننزل الترم الجاي 3 محافظات، ان هنحط التجارب بتاعتنا دي البسكويت وفطيره المدارس بالاسلوب اللي احنا عاملينه الجديد ده في مسحوق التمر او معجون التمر، ونبدا نخش المدارس ونشوف رد فعل
الطلاب على هذا المنتج ان شاء الله. المشاركات الاخرى والانشطه الاخرى اللي قام بيها المعهد بقى في المهرجان، حضرتك عندنا وحده المطبخ التجريبي بصراحه قدموا منتجات عديده، يعني زي ما خلوش حاجه في التمر الا لما تم الاستفاده منها. نبدا بالنواه، نواه التمر. عندنا ما شاء الله المطبخ التجريبي عمل تحميص لنواه التمر، عمل منها البن بديل للبن التركي يعني زيرو كافيين، اتعمل الدقه بتاعتنا المعروفه الشعبيه، دخلوا كيك على اساس يبقى كيك زي كيك شوكليت بالكاكاو، ما كانش فيها كاكاو واخده اللون من، فبالتالي زودنا الياف ودينا قيمه غذائيه للكيك. في عندنا دبس التمر استخدموه، عملوا شوكليت قريب زي النوتيلا، معجون التمر عمل منه اسبريد التمر. ابتدينا كمان عندنا نظام الهوم ريسيبي، يعني ازاي ست البيت لو عندها عجوه ازاي تستغلها وتقدمها للاولاد او للاسره كصنف حلو يبقى مقبول. بنعمل زي بيعملوا زي كرات الطاقه، بنجيب عجوه التمر وتعمل نظام يعني زي الشوكليت كده صغير كده، بتعمل بالجوز هند، بنحط الجديد في الصويا. طبعا ظروفنا الاقتصاديه حاليا ما حدش يقدر يشتري الا لوز ولا فستق، فعملنا بداله فول الصويا يتم تحميصه وجرشه بحيث يبقى زي المكسرات. التمر كمان عملوه حشو بفول الصويا وساعات احيانا بالسمسم. اتعمل اخر حاجه منتج عملها مفتقه بدبس التمر الجديد بصراحه، ولله يعني كنا عاملينه كده كوحده مطبخ تجريبي كنشاط، بس ما كناش نعرف ان هيبقى ليه صدى. التمور الخضراء اللي بتقع من النخيل اتعمل مخلل زي زيتون، درجة كل الناس فاكرة ان احنا مخللي زيتون اخضر، وكانت بالنسبة لهم مفاجأة ان يلاقوه تمر ويلاقوا النوى وما كانوش قدروا يفرقوا لولا ان النوى، فابتدوا يصدقوا ان فعلا هو ده التمر. فبالتالي كده يعني احنا عاوزين نقول شعار من معهد حسن تكنولوجيا الاغذية، لا للفاقد للتمر ان شاء الله مستقبل. مفيش حاجة هتتساب في التمور من غير ما يتعمل منها شيء، حتى النوى اللي بيتم تحميصه وعمل قهوة منه أو بدون كافيين. هل في يعني قطاعات أخرى في المعهد شاركت إلى جانب المطبخ؟ تقريبا هو ده المطبخ التجريبي أصلا بيبقى كل نشاط الأقسام عنده يعني. فوق احنا كنا مشاركين بالنسبة للمطبخ التجريبي والمنتجات دي، ممكن أكون مش متذكرة كل، بس ده اللي يعني الحاضر حاليا عندي. بالنسبه للمشروع قدمنا تقريبا احنا البسكويت والبيديفور وفطيره المدارس ومنتجات الفري جلوتين، وقدمنا السناكس بتاعت الاطفال. في كمان كانت دكتوره عندنا بقسم الخبز والعجائن برضو كانت لقت القيمه الغذائيه العاليه لحبوب اللقاح التمر، وعملته ببسكوت على درجة حرارة منخفضة عشان تحافظ على القيمة الغذائية. وديت كده يعني نقدر نقول ريكومندد انه لهشاشية العظام للزهايمر بالنسبة لحبوب اللقاح بنسب معينة، في عملت منه برضو بسكوت مالح كده بسيط على اساس يتم التقديم ليها. طيب يعني طبعا السيدات الموجودات في واحد سيوة عندهم التمر ده موجود كتير جدا، وممكن نعظم بقى من قدرتهم على الانتاجيه عشان نعمل زي الاسر المنتجه كده. هل هم كانوا مشاركين؟ هم ما بيخرجوش كتير، لكن ممكن الخبره تنتقل لهم عن طريق الازواج ربما او عن طريق اي حد. هل ممكن هم يتفاعلوا مع ده، يحاولوا يعملوا منتجات في البيت تساعدهم على تحسين دخلهم؟ ده اكيد، وهو ده دورنا يعني، ده المفروض احنا دورنا مش بس سيوه بس، احنا ده دورنا في عموما في التنميه الريفيه. يعني احنا عندنا برنامج ارشاد الحاجة زي كده، ان احنا عاوزين نعمل كسب مهنه للمراه الريفيه او ايا كان في سيوه في الوادي الجديد، انها ترجع زي زمان، ترجع منتجه. فمثلا بالنسبه للوادي الجديد او سيوه مع تمور دي، وتلاقي حاجه بالنسبه لها تغير شكل التمره. يعني احنا فعلا لاحظنا الاطفال هناك في سيوه تمر قدامهم بالنسبة لهم عادي ومفيش إقبال عليه نهائي، لكن يجي بصينا على البسكوتة، بصينا على الكرات الطاقة اللي احنا عاملينها بالجوز هند، حاجة ليهم شداهم. فهي دي فعلا ان احنا عاوزين نعمل برامج فعلا إرشادية لحاجة زي كده، بحيث انها يا إما تعمل لأسرتها أو يبقى بالنسبة لها اكتسبت مهنة ممكن تنتج وتبتدي تبيع بسعر حتى للسياحة للسائحين اللي هناك اللي موجودين. بالنسبة لهم دي انها مش مجرد بقى تمر بس، لا بتعمل اشكال عديدة
للطبخ ومنتجات من البيئه، فالناس بتبقى سعيده جدا يعني السائحين انهم ياخدوا حاجه من منتجات المكان. هم فعلا هم بيبقوا مايلين للحاجات الطبيعيه، وهناك سبحان الله سيوه فعلا ربنا حظاها لسه بخيرها بالمحميه الطبيعيه، سواء كانت من اشكال الطبيعه من التمور، هناك حتى شكل النخل مختلف يعني في عن الوادي الجديد عن القاهره عن النخل اللي في دهشور. في سيوة النخل متميز والتمر يعني تلاقي النخلة قصيرة وما شاء الله الثمار التمار طالعة من كل الجناب منها، فدي حاجة يعني فعلا تشد سواء نقول سياحة داخلية أو سياحة خارجية، ده شيء مميز لسيوة بصراحة. ملاحظات حضرتك بقى على المهرجان يعني خارج الأنشطة اللي شاركتوا بيها كمعهد، ملاحظاتك على المهرجان اللي عجبك فيه السنة دي بأنك وشاركتوا السنة اللي فاتت، إيه التطور اللي حصل في المهرجان؟ لا بصراحة تفاعل، لقيت تفاعل يعني السنة اللي فاتت كانت شركات محدودة وكده. أنا كانت بالنسبة لي مفاجأة الدول سواء الأجنبية أو العربية مشاركتها. الحاجة بصراحة اللي سعدت بيها جدا إن كان مستثمر سعودي واخد مزرعة كبيرة جدا في الوادي الجديد وزرع نفس الأصناف اللي كانت موجودة في المدينة المنورة. كانت المفاجأة إن حجم الثمرة تضاعف في أرض الوادي الجديد، فدي كانت بالنسبة لنا بصراحة يعني حاجة كانت مبهرة. هو أعتقد خد جايزة في سيوة في هذا المهرجان لإنتاجه تقريبا لصنف معين يعني ما شاء الله تميز فيه. فدي الواحد بيبقى سعيد انه مستثمر يعني يشوفه أصناف يعني مختلفة عن اللي احنا متعودين عليه في جمهورية مصر العربية، وإدى إنتاج جيد جدا يعني. ودي تدي أمل لأنه الناس ممكن إنها تبدأ يعني إنها تطور من إنتاجيتها وتعمل أصناف ممكن نصدرها للخارج يتم الإقبال عليها بشكل بالظبط. هو لو حافظنا على الجودة ومش هنقول بقى خطوات، أنا يعني ماليش في نظام الزراعة قوي، لكن فعلا لو تتبعنا الخطوات اللي بينصح بيها اللي هي ما قبل الحصاد أو ما بعد الحصاد أكيد هنلاقي إنتاج جيد. هناك برضه بما انه يعني احنا بنتكلم عن الاغذيه بوجه عام، الى جانب التمور واحه زي سيوه وغيرها من الاماكن الجمهوريه مميزين جدا في زيت الزيتون مثلا وفي الزيتون والزيتون، واكيد انتوا لكم برضه انشطه في المجال ده طبعا نتكلم عن ده لان في اصناف كتيره برضه وزيت الزيتون هناك مميز جدا. هل في ابحاث في المعهد عن الجزئيه دي؟ عندنا حضرتك بنستخلص زيت الزيتون، عندنا وحده استخلاص زيت زيتون في المعهد عندنا بتبقى زيت بيور، غير عندنا جزء اصلا للتخليل. انت عارف حضرتك الزيتون ليه اصناف للعصر واصناف للتخليل. انا لاحظت في سيوه معظمه استخلاص زيت، يعني حتى بياخدوا بعض الاصناف بتاعت استخلاص الزيت ويخللوها، هي بتبقى صغيره الحجم بس بيبقى طعمها جيد. فبالعكس احنا عندنا ان شاء الله في بعض الابحاث والمشاريع قادمه بالنسبه عندنا لزيت الزيتون ان شاء الله. نخرج بقى من المهرجان ونروح للمعهد نفسه. حضرتك كلمينا عن معهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه وعن اهتماماته ويعني اقسامه المختلفه. اوكي، احنا معهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه تابع لمركز البحوث الزراعيه التابع لوزاره الزراعه. المعهد عندنا بيتميز بثمان اقسام ووحدات عديده، وحدات تصنيعيه. عندنا الاول بالنسبه للاقسام عندنا قسم بحوث الخبز والعجائن، وده ليه وحدتين انتاج. عندنا الوحده اللي سبقنا اتكلمنا عنها اللي هي الوحده اللي بتطلع مخبوزات الفريجلوتين او حساسيه الجلوتين، وعندنا الوحده صالت المخبوزات اللي هو اي باحث عنده تجربه خبيز يعمل خبز او يعمل بسكوت او يعمل بعض المخبوزات الافرنجيه كبحث او تدعيم بيتم، غير ان بيتم ليها انتاج على كتسويق للقائمين بالمركز. عندنا القسم الثاني الاغذيه الخاصه، وفي ده بيبقى ابحاثه كلها على بتبقى الفئات الخاصه سواء كان كبار السن الرياضيين الاطفال بعض الحالات الخاصه ليهم يعني كيفيه التغذيه بتاعتهم واعداد الوجبات. عندنا قسم الزيوت والدهون زي ما قلت لحضرتك، عندنا وحده استخلاص الزيوت وبنختص بزيت الزيتون فيها، عندنا قسم الألبان وعندنا وحدة تصنيعية بننتج لبن الزبادي واللبن العادي واللبن الرايب والزبدة. في عندنا طبعا مصنع الصويا، ويعتبر ده المصنع الأول في الشرق الأوسط، أول مصنع اتعمل في الشرق الأوسط هو كان المصنع عندنا مع بحوث تكنولوجيا الأغذية، بننتج دقيق صويا
بننتج فلقات الصويا، بننتج لبن الصويا، جبنة الصويا، آيس كريم الصويا، بننتج حاجة اسمها توفو قريبة من الجبنة، دي بتبقى زي بتبقى فيها كمية البروتين عالية. في عندنا كمان قسم اللحوم والأسماك، وعندنا وحدة زي برضك بندرب فيها ازاي تصنيع بالاسلوب بقى بسلامه الغذاء، السوسي، اللانشون، البسطرمه، الهامبرجر، الحاجات اللي فيها قلق دي عندنا، ان احنا بنحاول نقدم ازاي بطريقه سليمه في دورات تدريبيه، وبيبقى الانتاج برضك محدود على العاملين بالمركز. في تاني عندنا التعبئه، قسم التعبئه والتغليف، ده على اساس دايما بيختاروا الانسب العبوات اللي بتدي شيف لايف يعني مدة صلاحية، اللي ما تعملش تأثير أو تلوث ميكروبي لفترة أطول. في عندنا قسم الحصلات البستانية، وده حضرتك بقى بيبقى شامل حاجات عديدة، تجفيف الخضروات والفاكهة، استخلاص بعض النباتات الطبية والعطرية، إنتاج المشروم، بندي دورات تدريبية عليه، ازاي بنعمل مربات، ازاي بنعمل العصاير، والمعهد عندنا بيتميز بالمربات بتاعتنا بالعصاير الطبيعيه بدون اي اضافه. في عندنا قسم كمان المحاصيل الحبوب، تكنولوجيا محاصيل الحبوب، ده دايما بنبقى تعاون مع معهد المحاصيل الحقليه باي صنف جديد من الحبوب، سواء قمح، رز، كورن، سورجم، نعمل له تقييم تكنولوجي ونديله اتجاهه ايه اللي ينفع للخبيز او ايه الجهات التصنيعيه بتاعته. المعهد متعدد الاقسام والانشطه كتيره كل جدا ما ما شاء يشمل الله. الصناعات الغذائيه صحيح، بس دي مش وكمان مش على مستوى بحثي بس، ده في انتاجيه. احنا عندنا وحدات انتاجيه. هي الفكره بقى في التسويق، لان الناس هتبقى مشتاقه جدا انها تحصل على كل المنتجات دي، وهتبقى ضامنه انه من مركز يعني مضمون ومراجع طبيا، لانه يعني في يعني اكيد مركز بحثي، وبالتالي حاجة كل الحاجات متقنة. في منافذ للبيع في المعهد، في منفذ في المعهد، وطبعا لو في اي انتاج بيبقى بنوديه في شارع وزارة الزراعة، المنافذ في منافذ وزارة بالظبط. الزراعة بتبقى موجودة. يعني الوحدات دي كمان بتفيد حضرتك في حاجة، دورنا بقى كمعهد في التدريب، يعني التدريب بتاعنا مش بيبقى نصري، يعني بيبقى في مجموعة من الشباب جاية عاوزة تعمل مشروع صغير مثلا ألبان، خلاص بيبقى التدريب بتاعها في وحدة اللبن، مش تبقى مجرد نطاق محاضرات نظرية فقط، لا بينزل ويشتغل بايده لغايه ما يطلع المنتج. في كمان يعني حضرتك على حسب ما هو التخصص، مثلا مخبوزات، فبيدخلوا بيختار مثلا كم منتج انت عاوز تتدرب عليه، مثلا عاوز اتدرب على كذا، ويبتدي يعمل، حتى لو عاوز يبدا مشروع بنبدا معاه، نقول يبتدي يجيب كذا، عاوز استشاره فنيه بنروح نقف معاه لغايه ما يبقى ممكن يقول خلاص ابتدى ينتج باسلوب السليم اللي اتعلم بيه. ازاي يعني الشباب يتواصل معاك، وهل هو ده متاح للجميع احنا ولا؟ الحمد لله عاملينها، يعني الحمد لله كتير من شباب الخريجين، احنا طبعا هدفنا الاول شباب الخريجين. شباب الخريجين عندنا بندي يعني بيبقى بسعر رمزي جدا، وبنعمل دورات، بس هو معظم الشباب بيجي لنا على الفود سيفتي، على الحاجات الدورات اللي هي زي العصب، الزيتون، الشيل، الحاجات اللي هي عشان يشغلهم في المصانع. لما بيعرفوا ان عندنا وحدات بنبص لاتجاههم ابتدى يتغير، يقول لك لا عاوز اخد دوره في الالبان، لا عاوز اخد دوره في المخبوزات، لا في الزيوت، بيبقى على بيلاقوا مجرد ان مكان مش هنقدر نقول مصنع كبير يعني، لكن وحده تصنيعيه بيبقى مبسوط ان داخل يعرف يعني ايه شكل المكنه ويقف عليها ويبتدي يشتغل، ده دورنا. غير بصراحه كمان احنا عاملين خدمه بالمركز، وبصراحه بيبقى دعم لينا من وكاله المركز للارشاد والتدريب، ان احنا بنعمل دوره شهريه للعاملين بالمركز بسعر رمزي، بيكتسبوا فيه خبره، وبنضغط الدوره على اساس اللي بيقدر يجي لنا من كل على مستوى جمهوريه مصر المحطات بتاعتنا، يعني دي عاملينها يعني خدمه للمركز. المعهد له محطات على مستوى الجمهوريه، المركز كله لحضرتك بقى، ولينا احنا بعض المحطات طبعا افرع يعني، بس هو المركز كله حضرتك ليه محطات على مستوى جمهوريه مصر العربيه. بتتكلمي عن مركز البحوث احنا بنعمل مع المركز لينك، ان احنا يعني طبعا في الارشاد والتدريب نعمل دوره للعاملين بالمركز، لازم تبقى اي العاملين على مستوى المحطات بسعر رمز على اساس يكتسبوا خبرات، ونجدد طبعا خبراتهم دايما واكتساب خبره يعني.
حضرتك بتقولي ان الناس اللي بتسعى مثلا للشغل في المصانع بتيجي تدرب على اجراءات الامن والامان في الغذاء ده لازم. ومواصفات الحسب اللي هي بالظبط الشروط الصحيه بالظبط، دي حاجات بتفرضها المصانع انه لازم يكونوا حاصلين على الدوره دي طبعا. فبيجوا هو عندكم. طبعا بالنسبه لهم بتبقى، طبعا بتبقى بالنسبه لهم شيء مميز جدا. وبصراحه يعني برضو الحمد لله ان في بعض الشركات ابتدت تعمل معانا لينك، يعني الشركات لها اسم في جمهوريه مصر العربيه، فما عرفت ان عندنا الدورات دي بيجي لنا خريجين، فكان دايما تقول لي طب اديني اسماء قائمه بالخريجين اللي بياخدوا عندكم الدورات، على اساس ان احنا نختار ما بينها. واكتر من شاب واخد دورتين ثلاثه فعلا بيختاروا السي في بتاعته وبيبتدوا يعملوا معاه انترفيو، في يعني تم التوظيف يعني. يعني احنا مش تدريب بس، يعني ده نعتبر بطريقه غير مباشره بنساهم في التوظيف عن يعني طريق حلقة الشركات دي. وسيطة ما بين يعني شباب الخريجين وما بين رجال الأعمال في المصانع اللي عاوزينهم، بالظبط وده عن طريق الدورات دي. ان شاء الله هايل اكيد. هايل. طيب يعني حضرتك كمان بتقولي ان في أغذية خاصة لكبار السن او الأطفال او الناس اللي عندهم احتياج معين، يعني اكيد بتنتجوا اشياء معينه مثلا اللي عندهم امراض محدده، ايه ابرز المنتجات او الابحاث اللي مركزينها على الفئات دي؟ يعني حضرتك احنا بالنسبه لنا زي ما قلت لحضرتك اتكلمت عن الفريجلوتين، ملوش علاج غير المخبوزات اللي هي بيتم في في مصانع خاصه بتعملها يا فندم؟ خارج في مصر في، بس بيرجعوا يعني في فعلا ابتدوا ياخدوها كناحيه تجاريه. احنا طبعا في المعهد عندنا مش واخدين اي ناحيه تجاريه، لان اسعارنا رمزيه جدا جدا، تكاد تكون بسعر التكلفه يعني او حاجه بالظبط بسيطه كده بس تمشي الانتاجيه، وما عندناش اي اضافات حضرتك، ما بنحطش اي اضافه، هي بتبقى الحاجه كلها يعني معروف حتى في اي منتجات لينا ما عندناش اي اضافه، ما فيهاش مواد حافظه بالظبط، فده اي حاجه اضافه ممتازه بالنسبه للناس طبعا. دي فعلا الحمد لله حاجه بنتميز بيها، مش عشان المعهد، فعلا الناس بيجي يقولوا اشياءكم متميزه. فعندنا بالنسبه للحالات الخاصه بنبقى مثلا ساعات بنعمل ورشه لمرضى السكر، بننصحهم وبتتعمل وجبات. مثلا في زي الاطفال اللي عندهم فرط نشاط الحركه، احيانا بنيجي نقول لهم ايه الحاجات او ايه بنديهم، ممكن زي ما حضرتك كده بروجرام ايه الحاجات بالظبط اللي يبقى ممنوعات او يعني حاجات تحفز الابحاث بقى، الابحاث بتاعتنا دي، في بتلاقي حضرتك مثلا بالابحاث بتاعت القسم خاصه الاغذيه الخاصه او يمكن الحصاد بيطلع بيدوا ريكومنديشن ان دي ممكن تنفع لعلاج، تساهم، ما نقولش تنفع في علاج، يعني لازم نقول يبقى كلامنا علمي، الادويه موجوده ودي جنبا الى جنب لكن مع الدواء بتساهم او يعني زي ما بتقول حضرتك بتمنع ان يبقى في نوع من التدهور اكتر. يعني انا ببقى فخوره دايما بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه وبالحاجات اللي بيقدمها للناس والخدمات اللي هي باسعار رمزيه دي، لانها فعلا بتعمل فارق كبير بالنسبه للصحه لمستهلكيها. بشكر وجود حضرتك معانا واطلالتنا على مهرجان التمور وعلى دور معهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه. شكرا جزيلا دكتوره ايمان محمد سالم وكيل معهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه بالارشاد والتدريب، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، بكده بنكون وصلنا لختام حلقه اليوم من الحصاد، غدا ان شاء الله حلقه جديده، الى اللقاء. وبعدين يا عبد الهادي بإنك هتبيع أرضك ويعيروك ويقولوا عبد الهادي باع أرضه. محدش هيسيب سيجارة الكيماوي غيري، لازم أقصف الأول، حرام عليكم الزرع بتاعي هيموت يا رجالة. أه يا هاني، أه يا ضلوعي، لو كان معايا تمن كنت زمان اشتريتها من السوق السوداء.